وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذان الحديثان وما جاء في معناهما فيهما الدلالة على أن ينبغي للزوج أن يعتني بإصلاح زوجته بغير الضرب، بالتوجيه والإرشاد والتعليم، وأن يكون الضرب هو آخر الطب، لقوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل الضرب هو الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع أوصاهم بالنساء خيرا، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أعواني عندكم، وإنهن خلقن من ضلع، لضلع أعوج، وإن أعوج شيء من ضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. واللفظ الآخر: ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فالواجب على الأزواج الرفق والصبر والتحمل وعدم العجلة في الضرب مهما أمكن علاجا آخر من النصيحة والتوجيه والإرشاد ونحو ذلك. فإذا لم يتيسر الضرب ضربا يكون ضربا غير مبرح، ضربا خفيفا يحصل به المطلوب، لأن الله جعله هو آخر الطب. فآخر الطب هو الضرب الخفيف الذي ليس مبرح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ضربا غير مبرح، لحصول التعاون على البر والتقوى. لأنه إذا كان الزوج شديد الخلق سيء الخلق ساءت الأحوال، وإذا كان الضرب عند كل شيء ساءت الأحوال. فلا ينبغي للزوج أن يكون واسع الخلق طيب الخلق، يعالج بالحكمة والرفق والكلام الطيب مهما أمكن إلا عند الضرورة. عند الضرورة القصوى يكون الضرب خفيفا غير مبرح إذا لم يغني العلاج الآخر والأسباب الأخرى شيئا. وفق الله الجميع. الحديث آخره: ليس أولئك بخياركم، يعني الضراب، يعني الضرابين للنساء، يعني الضرابين بدون سبب شرعي. أحسن العمل. نعم. التي في صورة المجادلة ما تعني الخلاف بزوجة زوجة أحسن العمل، هذا معناها في أول الصورة صورة المجادلة. هي. يعني قد سمع الله التي تجادلك وتشتكي والله وسلم تحور عين الله. وش فيه؟ يعني هل هو خلاف يعني عادي ولا أحسن العمل يعني خلاف طلاق أحسن العمل؟ بين الزوج والزوجة تجادل في زوجة أنه فعل وأنه فعل، ثم جرى ما جرى من الظهار. أحسن العمل. المقصود أن الزوج يكون عنده حلم وصبر وتحمل، ولو مع المجادلة، لا يعجل في الظهار ولا يعجل في الطلاق، يكون عنده حلم وصبر، فلا يحرم ولا يطلق، يكون عنده تحمل ولا يضرب. حديث: لا يسأل الرجل فيما ضرب المرأة. في نظر، يحتاج نظر. أحسن الله إليك. إذا ابتدأ المقيم المسح حفظك الله ومضى على مسح فترة بسيطة، ولو صح يكون مقصود يعني الناس الآخرين، أما إذا دعت الحاجة كتل عز عند الحاكم، الحاكم يسأل لهذا الحاجة، لكن إن الإنسان الآخر لا يتدخل في الأمور هذه. أحسن الله إليك. إذا ابتدى المقيم المسح حفظك الله ومضى على مسح فترة بسيطة ثم سافر، يتم مسح مقيم، هذه يبنى على الفترة مسح مقيم يوم وليلة. نعم. وإن سافر قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام. والعكس والعكس إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة. نعم. أو بعدها لم يمسح. نعم. لا قصدي أحسن الله إليك، إذا مسح مسح مقيم ثم سافر، يبتدي الآن من الفترة الأولى ولا يبتدي مسح جديد على طول ثلاثة أيام؟ ليس الآن، لم يوم وليلة. نعم. ما دام بدأ المسح مقيم يوم وليلة. أحسن الله إليك. هنا السبابة تشهد لها أصل، هذا السنة هكذا حتى يسلم، يحرك عند الدعاء، نحن يحرك عند الدعاء ما يلق عليه. أحسن الله إليك. حفظك الله. خرجنا للنزهة مع بعض الأخوان تقريبا مسافة 120 كيلو، نحن حفظك الله قصرنا، وبعض الأخوان يقول: والله أنا مطمئنة نفسي لأن هذا سفر وأرى أنه حضر، فجعل يتم حفظك الله. لا، السنة قصر. هل يقال السنة قصر؟ نعم، السنة قصر ولو سفر نزهة، هذا الصحيح. نعم، ولو سفر نزهة السنة قصر.
لكن لو أنا حضر حفظك الله على مرسل إذا تم على مرسل كانت عائشة تم رضي الله عنها وجماعة على مرسل عثمان رضي الله تم رضي الله عنه الأمر واسع إنما القصر أفضل فقط نفعنا الله بعلم أفضل رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر أفضل أربعا قبلها هل على سبيل الدوام ولا على سبيل الدوام أفضل حتى يحصل لها الرحمة سبيل الدوام رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر دائما إذا تيسر يداوم عليه إذا تيسر مستحب